إذا كنت من المرضى الذين يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة لأمراض مناعية أو لزراعة الأعضاء، فإنه خلال أزمة الكورونا لا يجب عليك إيقاف أي من أدويتك. إذا أحسست بأي أعراض تنفسية كالزكام أو آلام في الحلق أو سعال حاد أو كتمة في النفس، يجب عليك استشارة طبيبك مباشرة لأخذ الحيطة والحذر. وخلال هذه الفترة حتى يستطيع الطبيب مساعدتك، أيضا لا يجب عليك إيقاف أي من أدويتك إلا بالاستشارة الطبية. ودمتم بخير.